عين على خصوم مونديال قطر. لا يكفي أن تعرف مكامن قوتك وضعفك، بل لابد أن تدرس خصمك بدقة. لذلك سنحاول في هذا التقرير التعرف على ماذا قدم خصوم المغرب في ودياتهم، ماذا فعلت كرواتيا أمام الأخضر السعودي، وإلى أي حد تفوق الفراعنة عن منتخب بلجيكا، وما آلت إليه مباراة كندا واليابان، وما هي أهم المكاسب التي خرج بها وليد الركراكي من مباراة جورجيا. كل هذا سنتطرق إليه في هذا التقرير، لكن بعد الفاصل. لطالما كان الحضور في كأس العالم حلما للجميع، وكل من حضر فيه إلا وقد سلك طريقا مليئا بالعراقيل والصعاب. إن الحصول على تأشيرة المونديال كالبحث عن إبرة وسط قش في ظلام دامس. سنحترم التسلسل الزمني لمباريات المغرب في مونديال قطر، لذلك ستكون البداية مع المنتخب الكرواتي الذي خاض مباراته الودية أمام الأخضر السعودي، مباراة أقيمت أطوارها على الأراضي السعودية ولم تمر سوى 9 دقائق فقط، وكاد الضيوف أن يهزوا شباك أصحاب الدار. ردة فعل الأخضر لم تكن أقل خطورة من ضيوفهم، لكن حارس كرواتيا تألق وببراعة. العقاب عند السعودية لا يكون بالمثل، كرة عرضية من الشهران ورأسية صالح مرت بردا وسلاما على كرواتيا، أما عرضية سعود كان مصيرها كمصير عرضية الشهراني، ويا له من حظ يا كرواتيا. فانتهى الشوط الأول على واقع البياض، شوط حضر فيه الكروات بمحاولة يتيمة وتفوق فيه أبناء رونار جملة وتفصيلة. انطلق الشوط الثاني وعين الثعلب على الانتصار، بينما كرة بروزوفيتش مرت محادية من القائم. ردة فعل الأخضر كانت أكثر خطورة، هجمة رائعة ومدروسة لكن نهايتها لم تكن كذلك. دخل لوكا مودريتش أملا على أن يصحح الأمور، لكن الأخضر استمر في هجماته حتى كاد أن يصور شباك خصمه، وبما أن من يضيع يقبل. الكروات لا يحتاجون لفرص السعودية، بل من فرصة أو فرصتين يعاقبونك، وبما أن العبرة بالخواتيم وأن الكرة أهداف، انتهت المباراة بفوز خصم المغرب في المونديال. إذا كانت كرواتيا خرجت من عنق الزجاجة، فإن بلجيكا لم تخرج سالمة من أرض الفراعنة. ملعب القاهرة كان ممتلئا عن آخره، الضيوف كانوا سباقين لتهديد مرمى المستضيف، لكن القائم ناب عن الشناوي. بعدها ردت ريزيكي بكرة صاروخية وجدت حارسا يدعى العملاق كورتوا. ريزيكي لم يدم غيابه طويلا وكاد أن يهز شباك كورتوا. في لقطة كان بإمكانه أن يمرر الكرة لصلاح، المنتخب البلجيكي اعتمد على الجهة اليمنى، لكنه وجد جدار أيمن توفيق الذي كان موفقا بنسبة تفوق 100%. في الدقيقة 33 خطأ من لاعب عالمي وكوبري عالمي، ثم هدف عالمي على حارس عالمي، هدف منح التقدم لأم الدنيا وعاد بها حسرة عن غيابها عن مونديال قطر. ردة فعل بلجيكا كانت على هذا المنوال، الشناوي تقمص دور كورتوا. فانتهى الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء. لم تمر سوى دقيقة واحدة عن بداية الشوط الثاني وصلاح يمنح هدية لتريزيجي الذي وضعها في شباك كورتوا، وكأنه يقول له الثالث ثابت يا كورتوا. المصريين يقولون للمغاربة بإمكانكم بإمكانكم، والنني كأنهم مولودين مع بعض.
في يوم واحد في شهر واحد، وصلاح اللاعب رقم واحد بيحاول، ولكن هجمات بلجيكا ظلت محتشمة إلى أن وصلت الدقيقة 75 بعد كرة عرضية من كاراسكو سجلها أوبيندا لتنتهي المباراة بفوز مصر بهدفين مقابل هدف. أما منتخب كندا خصم المغرب الثالث في المونديال خاض مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب البحرين والثانية أمام منتخب اليابان. المباراة الأولى استهلت فيها كندا باب التهديف في الدقيقة 6 من عمر المباراة عن طريق مهاجم هاكوني، فيما عدل أصحاب الدار النتيجة في الدقيقة 14 عن طريق المهاجم فيصل مهدي، ثم ضعف النتيجة عبد الله يوسف من ضربة جزاء يعادل الضيوف النتيجة قبل نهاية المباراة بعشر دقائق عن طريق المهاجم لوكاس كافاليني، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب. بعدها بأسبوع رحلت كندا إلى اليابان وعينها على تقديم مباراة أفضل من مباراة البحرين، ولم تمر سوى 9 دقائق فقط وأكرمت اليابان ضيوفها بهدف. بعدها بـ 11 دقيقة عدل الكنديون النتيجة عن طريق دي سوزا، وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة تحصلت كندا على ضربة جزاء في الدقيقة 90 نفذها المهاجم لوكاس كافاليني بنجاح، لتنتهي المباراة بفوز كندا على اليابان بهدفين مقابل واحد. اختيار المغرب لجورجيا كان اختيارا موفقا، لأن العامل الذهني في هذه الظرفية أهم من الاحتكاك بمنتخب قوي، فالتحضير للامتحان يكون قبل شهور وليس في ليلته. لذلك الانتصار على جورجيا وخسارة بلجيكا وفوز كرواتيا على السعودية بمشقة الأنفس سيمنح لكتيبة الركراكي ثقة أكثر، وهذه النقطة بالذات أهم من كل شيء. للمزيد من التقارير الرياضية وأخبار الكرة المغربية والعربية بكل حياد ومصداقية، ما عليك سوى الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.